مساء الخير. وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA يوم الاثنين الماضي على دواء جديد لمرض الزهايمر للمرة الأولى منذ ما يقرب من 20 عاما. الدواء الذي طورته شركتي بيوجين الأمريكية وإيساي اليابانية يستخدم للمرضى الذين يعانون من ضعف إدراكي خفيف وليس الخرف الشديد للأسف، يهدف إلى إبطاء تقدم مرض الزهايمر وليس فقط تخفيف الأعراض. نتابع التفاصيل. يبدو أن هناك أملاً في نهاية الطريق، هذا ما استبشر به العالم حينما وافقت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية على عقار أدوكانوماب لمكافحة مرض الزهايمر في مراحله الأولى والإبطاء منه. الدكتورة كاث ماماري والتي ترأس وحدة التجارب السريرية لعقار أدوكانوماب من معهد أبحاث الخرف في كلية لندن الجامعية متفائلة لاعتماد هذا الدواء. تمت الموافقة على هذا الدواء على أساس هذا الانخفاض في الأميلويد الذي ترونه هنا. بروتين الأميلويد هو الذي يسبب تشكل الرواسب السامة في دماغ مريض الزهايمر. ألدو سيريسا الذي كان متطوعاً في التجارب السريرية للدواء صرح بملاحظته لتحسن ملموس بعد أخذه الدواء بانتظام. أنا أكثر ثقة بنفسي وأصبحت أكثر وعياً بأنني لم أعد أرتكب الكثير من الأخطاء بعد الآن. قبل أن أحصل على الدواء لم أكن أتذكر أين أجد الأشياء في المطبخ، لقد أصبح ذلك أقل مشكلة الآن. لقد بدأت في العثور على المزيد من الأشياء بنفسي. الخبراء في بريطانيا متفائلون بأن تصريح استخدام هذا الدواء في أمريكا قد يسهل وصوله للأسواق البريطانية ومن ثم العالمية. لنعرف أكثر من التفاصيل عن الموضوع تنضم إلينا من نيويورك استشارية أمراض الشيخوخة وكبار السن دكتورة حنان شيخ إبراهيم. أهلا وسهلا بك دكتورة. بداية في الحديث عن هذا الدواء الجديد يعني الذي تعقد عليه الآمال، يتحدث عن نوع من الزهايمر أو مرحلة من مراحل، هل هناك أنواع مختلفة لمرضى ومرض الزهايمر التي يمكن بناء عليها تقسيم أنواع الأدوية؟ شكرا كثير لطرقك لهذا الموضوع. صراحة ديمنشيا هو عبارة عن مظلة تنطوي تحتها أشكال من الخرف، فمو كل ديمنشيا مو كل خرف هو ألزهايمر، بس كل ألزهايمر هو خرف. ففي عنا لوي بودي ديزيز، في عنا فرونتال لوب ديمنشيا، طبعا الوقت لا يتسع لتفصيلها، بس الشكل الغالب 80% أو أكثر من الحالات الخرف سببها ألزهايمر، فهو المسيطر على الساحة وهو اللي عامل بيسموه epidemic. إذا كان كوفيد عامل pandemic هو جائحة صراحة. هلا نجي على ألزهايمر بحد ذاته. هذا صراحة هالاكتشاف هو نقطة انعطاف نوعية وريفولوشنري، يعني ثورية بعلاج المرض. أنا إلي 20 سنة عم مارس كاستشارية لألزهايمر، كنت أشعر دائما بالإحباط إنه إلنا 20 سنة على نفس الدواء، فهذا الشيء بيبعث الأمل، ولكن في تحفظات هلا بنحكي عليها. هلا في أسئلة كتير ما تجاوب عليها، بس هي نقطة في الاتجاه الصحيح. ليش؟ لأنه الأدوية اللي كنا يعني حتى نوضح يعني في البداية، يعني عندما تتحدثين عن الخرف والزهايمر، يعني الناس كتير تربط الزهايمر أنه مرض نسيان، لكن لو ممكن توضحي لنا فعلا شو هو يعني هذا الخرف وهذا الزهايمر، شو أعراضه، لأنه ممكن البعض أن يخلط بين الأمراض. تماما، هي كل أمراض الخرف إلى نفس المظاهر، بس في شغلات بتبلش قبل عن يعني أمراض، يعني في تظاهرات بتبلش قبل. أكثر شيء شائع هو الذاكرة القريبة، فبيبلش يضطرب عنده الذاكرة القريبة، بعدين بصير عنده اضطرابات بالإدراك بالفهم، ما بيقدر يفهم شو عم يقرأ، اضطراب كمان بالوظيفة تبع الدماغ اللي بيسموها الذاكرة البروسيجرال ميموري، الذاكرة الوظيفية. يعني إذا أنا كنت بانكر ما عاد أعرف سوي وظائف تشيكينج تبعي، فهي أهم صراحة لإلي، وأحيانا هي كمان أعراض بتأثر على مستقبل الشخص على وظيفته. هاي طيب. التظاهرات بسموها للميموري. في تظاهرات نفسية للألزهايمر، هي الهلوسة، الشكوك، تظاهرات نفسية ممكن تتظاهر قبل أو بعد. والمرض بيتظاهر عند الناس بشكل مختلف،
بس لازم كل واحد فوق ال 65 يعمل تشيك اب. ليش؟ لانه احيانا في تقدم بالسن يعني طبيعي فيزيولوجي، في ضعف الذاكره فيزيولوجي وضعف مرضي، وما بيقدر الانسان يحددها الا اذا راح عند الطبيب طيب. المختص. فاي واحد بيشوف اضطراب من هالاشياء ما عم يقدر يتذكر اسماء الاشخاص، ما عم يقدر يتذكر شو اكل امبارح او شو اكل اليوم، ما عم يقدر يتذكر وين حط الاشياء باي درج حطها، فهي كل الاشياء ممكن تكون طبيعيه او ممكن يعني بسبب تقدم السن ممكن تكون مرضيه، لازم يعمل صحيح. فحص عند الطبيب. والله دكتوره، مع الاشغال اللي عم تشغل الناس بطلت تتذكر شو تعشت امبارح يعني، ولكن هذا طبعا بعيد عن حكينا في موضوع الالزهايمر. طيب حضرتك قلتي انه هذا الدواء من 20 سنه كان ثوره وشيء جديد ومختلف، ما اختلاف هذا الدواء الجديد عن الدواء السابق اللي تعودنا على استخدامه لمده 20 عام؟ كثير حلو. الادويه اللي كنا عم نستعملها تقريبا من 1990s بالتسعينات، الزهايمر اكتشف 1908، لبلشت الادويه ب 1990 وشوي، بعدين من 2000 من 2003 لهلا ما عاد بشوفها تقريبا 20 سنه. هالادويه كانت تجي تستهدف النواقل العصبيه تسرعها. نحن بنعرف لما بتتموت خلايا الدماغ تدريجيا في نواقل عصبيه اهم من شيء اسمه الاسيتيل كولين والجلوتاميت، هي اللي بتنقل السيالات العصبيه بين اجزاء الدماغ وبتخليها تخاطب بعضها وتساعدنا على التفكير. هاي النواقل العصبية اللي بتفرزها الخلايا بتبلش تنزل لما بتتموت الخلايا، فهاي بالأدوية بتزيد شوي النواقل العصبية شوي، بتبطئ ظهور بتبطئ الأعراض بس ما أنا علاجية. عرفت كيف؟ وممكن الناس بيستفيدوا عليها. هلا هذا الدواء هذا الجديد أديفيرماب سبب اهتمامي فيه، لأنه بيعالج سبب الزهايمر او النظريه العظمى بالزهايمر اللي هي الامايلويد بلاك، اللي هي بروتين الامايلويد. لنا 10 سنين عم نشتغل على الهيبوثيسز وي بروفد ات، طبعا مو هي السبب الوحيد. هذا بيجي على هذا البروتين، هو مضاد مونوكلونال انتي بودي، هو مثل لقاح تقريبا فينا نقول علاج مناعي بيستعمل بالاورام. بيجي على هاي الخليه اللي عم يترسب عليها البروتين وبيدمره وبينطفه من الجسم. هلا بقول لك الاميلويد بلاك، انا وانت عنا اميلويد بلاك، بس نحن لما بننام في ميكانيزم ربنا خلقها بنغسل دماغنا يوميا وبتروح وبتتصرف. طيب. هلا في ناس لسبب او اخر جيني بترسب وبتتراكم ما بتتنظف، فهذا الدواء بيساعدها على التنظيف. لازم ننظفها قبل ما تسبب خراب وزلزال بالدماغ. يعني بيجي على الجذور. اذا جازنا التوصيف يعني اذا كان في صدى في الاسلاك تبعت المخ، هذا بيشيل الصدى مش بيحسن الكهرباء بهذا الشكل، وبالتالي هذا فعلا شيء جذري. لكن دكتوره، لماذا كان في نقاش وانت اشرتي اليه قبل قليل انه يعني FDA قبل سنه كانت غير مقتنعه بالدواء، وفجاه بعدين تم يعني المصادقه عليه، شو المشكله فيه؟ هلا كثير حلو هالسؤال. انا يعني في جزء من الاطباء متفائلين وجزء من الاطباء متشائمين. في حقائق اكيده هي انه موثقه انه نحن لما بنعمل سكان الزهايمر اللي هو هذا سكان نوعي متطور، الاميلويد بلاك كلها بتنضف تماما بعد ما نعالج بهذا الدواء. تمام. فهذا الشيء كثير مهم، مثل انت اذا عندك التهاب رئه عملت صوره صدر وتحسنت، فمنقول في تحسن شعاعي، بس لازم يكون في تحسن سريري. السبب هو كالتالي، في ميجر تو ميجر ستدي، في تجربتين سريرتين عظمى هي اللي ارتكزت عليها الـ FDA، واحدة اسمها انجيج، واحدة اسمها ايمرج. عدد المرضى 3000، يعني 1600 وكسرة هون و1600 وكسرة هون. بالايمرج كان في نتائج ايجابية على مستوى السريري، في تحسن بالادراك او مثل ما شفت هذا المريض، وفي تحسن موثق بالشعاع بالصور الشعاعية تبع أميلود نزلت ونطفت، فجزء منيح من المرضى. بس شو يعني تحسن سريري؟ يعني 20%، واللي هو الأهل يعني بيحلموا فيه إنه على الأقل صار يقدر يحكي. طيب. معنا يقعد يتذكر، في تحسن وظيفي. الثانية اللي اسمها إنجيج ما شافوا هذا الشيء. هلا شو السبب؟ فالـ FDA أول شيء وقفته بـ 2020 لأنه شافت في نتائج سلبيه هون وايجابيه هون، في تناقض. بعدين لما رجعوا بوست هوك اناليسز، يعني احنا بعد ما نخلص بنرجع بنلاحظ انه في ناس قروها بشكل مختلف، انه لا في امل ولازم نحن نعمل مور ستديز. انتبه للاف دي اي ابروفال،
FDA approval كان conditional، عملوا له fast track لحتى ما يحرموا المرضى، طيب دكتورة يحرموا المرضى من هالفرصة. تمام؟ وقتنا لأنه تقريبا انتهى. يعني هو المشكلة مش مشكلة سايد افكت، وإنما مشكلة أبحاث ونتائجها أنه فعال ولا لا 20% أم أكثر، لكن ممكن استخدامه. سؤال بخير باختصار، FDA وافق عليه متى؟ يعني ممكن بدء أن يكون في الأسواق العالمية حتى؟ هذا السؤال كتير مهم. هو يعني حيكون بالأسواق العالمية، بس في أشياء لازم نجاوب على الأسئلة. يعني الانشورنس هون الدواء بيكلف، بس لقال لك 60,000 56,000 دولار للمريض الواحد بالسنة. فتخيل أنت عندك 50 مليون، قديش هذا غير أجرة السكان لحاله بيكلف آلاف الدولارات 3 مرات. ففي له بروتوكولات، هذا يتطلب كادر، فبدك تحط بروتوكولات للعلاج. اثنين، لحد هلا ما حدا جاوب على الاسئله، مين هن الاليجيبل، مين هن المرضى اللي لازم نعالجهم. مثل ما قالت الستدي انه المرضى اللي ايرلي اللي عندهم، مو عندهم الزهايمر، عندهم سيمبتوم قريبه من الزهايمر بدايه الاميلود او الزهايمر ببدايته، يعني سكور 24 على 30 بسموه سكور الكومبليشن. فهذول مو كثير دائما مصادفهم يكونوا، انا نحن بنشوفه لانه بشتغل بالميموري كلينك، بس يعني نحن بنشوفه للأسف متأخر وما فينا نعالجه. فهي أشكر. كلها أسئلة لازم تتجاوب عليها. بعد ما يتجاوب عليها فنحن ناطرين استخدام البروتوكولات. أشكرك أشكرك شكرا جزيلا. معلش وقتنا انتهى دكتورة، لكن يعني أفدتينا بشكل عظيم جدا عن الموضوع. الشكر الجزيل لك من نيويورك، استشارية أمراض الشيخوخة وكبار السن الدكتورة حنان شيخ إبراهيم. هجمات الرانسوموير أو ما يطلق عليه فيروس الفدية تسبب في تأجيل جلسات علاج كيماوي لمرضى سرطان، تأخر سيارات الإسعاف عن المرضى، وأيضا حرمان أطفال من حضور حصصهم اليومية. فما الذي يحدث؟ من اللي عم يتسبب بكل هذه المشاكل؟ خلونا نستمع إلى رأي المسؤولين الأمريكيين في الموضوع ونعود نفهم ما الذي يحدث. This is the world in which our adversaries are operating below the level of armed conflict, trying to do three primary things. They are looking to steal our intellectual property. They are looking to steal our personal identification, whether or not that's passwords or that's social security numbers or that's email addresses, and they're looking to conduct interference and influence operations either against our electoral processes or within our economy. But as the pace and scale of cyber threats that we face expands, so must our response toolkit. We need sustained investment to modernize and protect our most critical federal systems, as well as state and local governments, suffering under budget constraints and increasingly aggressive ransomware operators. الحديث عن الموضوع ينضم إلينا من دبي المختص في تقنية المعلومات طارق ثلجي. أهلا وسهلا بك. بداية، بماذا تختلف هذه القرصنة عن غيرها من القرصنات؟ هذه قرصنة الفدية التي نتحدث عنها، كيف يحددون الأهداف وكيف يعني ينجحون في ذلك؟ مساء الخير. أولا طبعا هؤلاء القراصنة عادة عندهم داتا بيس يقوم أما باختراقها أو شرائها لعدة إيميلات، ويقوم بإرسالها عن طريق الفيشنج يعني الاصطياد. هم يرسلون إيميلات عشوائية لملايين من المستخدمين وينتظرون حتى الشخص أن يقع في الضحية، يعني هذا أغلب الأحيان. وفي أغلب الأحيان يعني يكون حتى العنوان الموجود على البريد الإلكتروني فرضا يعني جاذب جدا مثلا أنت ربحت معنا كذا. نعم. أنت مثلا وصلت لك أحوالي وكذا ومرات بوصل للأسف بوصل بريد إلكتروني من شخص عندك، بكون هذا الشخص نفسه تعرض لهذا النوع من الفيروس الفدية، فهو يثق بهذا الشخص ظنا منه انه هذا الشخص يعني لا يمكن ان يضره، فيفتح الملف واذ به انه ينصاب بفيروس الفدية مثل صديقه الذي ارسل هذا. فهم عادة يقومون بارسال عدة براءات بشكل عشوائي الا اذا كانوا يستهدفون مؤسسات بعينها، بس بشكل عام لا عشوائي عن طريق الفشل. بس يعني السؤال هو انه مثلا هذا كنا بنشوفه زمان في شركات، بدخل بقول انا مثلا سيطرت على الويب سايت تبعكم، انا سيطرت على الداتا بيس تبعكم، بدي فلوس. لكن احنا بنتكلم عن شركات كهرباء، شركات طاقه، هذا شيء اكبر. يعني هل ممكن من خلال السيطره على ايميل موظف عادي انك انت تتحكم في كل شبكه الكهرباء تبعت هذه الشركه؟
يعني هم شو بيستخدموا، اي اسلوب بيستخدموا؟ اسلوب مثلا اللي هم تشفير الملفات. كيف يعني؟ طبعا اخر سنه ونص سنتين الهاكرز استغلوا نقطه كثير مهمه، انه معظم الناس جالسين في بيوتهم بسبب جائحه كورونا، ومعظم الناس الجالسين في بيوتهم يعني لا يملكون التقنيه العاليه مثلا المعلومات الامنيه ولا يكون مثلا اجهزتهم مزوده بالحمايه الامنيه الكافيه، فيقوم مثلا باستغلال اي ثغره داخل الجهاز حتى يقوم بالسيطره على الشبكه كلها والحصول على ملفات، ويقوم على انه وضع زي انكريبتد تشفير هذه الملفات، ويقوم بداخل الانكريبتد حتلاقي ملف صغير اسمه ريدمي، عندما يقوم الشخص بفتحه يطلب منه فدية مثلا مقابل مبلغ معين، ومعاك مثلا فترة أسبوع، يا أما تدفعنا يا أما يمكن إحنا نفضح هذه الملفات، وتكون عادة هاي ملفات كتير مهمة، فالشخص بضطر في بعض الأحيان إنه ينجر لهم لأنه بيحتاج لهذه الملفات، أو خوفا من الفضيحة، أو مثلا ممكن طيب. تكبده خسائر مالية كبيرة. طب هنا يعني واضح إنه أمريكا استطاعت استرجاع جزء من مبلغ الفدية البيتكوين، وهون خلينا نحكي صراحة، هل انتشار استخدام العملات الرقمية التي لا يمكن تتبعها سهل على هؤلاء القراصنة هذه العملية؟ لأنه أصبح سهل أنك أنت تطلب المال بشكل آمن ولا يمكن تتبعك من خلاله. أكيد طبعا، يعني أنت لو انتبهت أنت أكثر فترة انتشرت فيها فيروس فدية هي آخر 3-4 سنين، قبل ذلك كان تتبع المصاري كان سهل، نقود يعني عندما الشخص مثلا يقوم بتشفير الفيروس، ذلك الشخص يقوم بإرسال إما حوالة بنكية أو حوالة شخصية سهل تتبعها، أما عن طريق البيتكوين صعب جدا جدا تعقبها، ليس مستحيلا ولكن صعب جدا وتأخذ كثير من الوقت، لذلك هم كمان يعني أنت حتى نفس الفولدر اللي هو ريدمي هتلاقي أن أنت أرسل لي ما يعادل قيمة بيتكوين إلى هذه المحفظة، هذه المحفظة صعب جدا أنك تتريست أو تتعقبها، يعني حتى لو استطعت أن تتعقبها يكون بعد فوات الأوان، يعني ممكن تأخذ أسابيع إلى أشهر حتى تتعقبها. طيب يعني هنا يعني كيف استطاعوا استعادة يعني كما يعني إذا كنت مطلع على هاي النقطة إنه الأمريكان كيف استطاعوا أنهم يسترجعوا نص مبلغ الفدية في العملية الأخيرة طالما أنه كان من بيتكوين؟ هلا هم رسميا ما اعلنوا كيف، وما اتوقع راح يعلنوا كيف حتى ما الهاكرز انه ينتبهوا او ياخذوا بالهم، اكيد عندهم طرقهم الخاصه، ولكن اتوقع هو خطا بشري من الهاكرز، يعني بالاخير هؤلاء المخترقون او القراصنه هم بشر، يعني الا ما يقع في خطا معين، الا ما يصير خطا معين انه ادى بهم انه يوقع بهذا الشغله، وادت انه السلطات الامريكيه تتعرف على مكانهم، بس اتوقع انه ما راح هاي الخطا ممكن ما يتكرر بالشكل هذا الشكل المرة القادمة، لأنه أخذوا احتياطاتهم كثير، فأنت نتحدث عن عملية من قبل ملايين العمليات اللي لم ترصد لحد الآن، لأنه صعب جدا تكشفها. طيب الآن طبعا نحن نتحدث عن هاكرز، وهدول الهاكرز هدفهم المال، لكن في العمليات الأخيرة تسببوا ربما في مقتل ناس لأنه انقطع عنهم الخدمة في المستشفيات، الكهرباء أو هذا الشيء، هل معروف عن الهاكرز هؤلاء أنه عندهم يعني نوايا شريرة إلى هذا الحد، أم أنه يعني هم ما بيكونوا منتبهين للسايد إفكتس اللي بتصير؟ يعني هم عادة زي ما حكيت أول شيء هم يقومون بعمل زي الفيشنج، هم اختراق بشكل عشوائي لحد ما يتصيدوا الشخص نفسه، هلا ممكن المستشفى نفسه ما تواصل مع صاحب الفيروس وصاحب الهاكر، يعني هو المخترق والمخترق نفسه ما بيعرف انه المستشفى هذا انصاب، طبعا انا لا ادافع عن الهاكر ابدا يعني، بس في بعض الاحيان التاخير ياتي من المؤسسات نفسها، في كثير مؤسسات ممكن تبلغ بعد 3-4 ايام او 5 ايام ظنا منها انها تريد ان تحاول المشكله، اما عن طريق مثلا السايبر سيكيورتي مثلا المؤسسات او مع شخص مختص في الامن السيبراني ظنا منها ممكن يستعيد الملفات، ولكن بعد ان ياسوا بعد 4-5 ايام يذهبوا للعلن ويقوموا بالتواصل مع الهاكر حيث يكون فات الاوان. يعني في نص دقيقه، كل التكنولوجيا والتطور اللي صرنا فيه حتى الآن ما زال الاختراق وارد للأجهزة والشبكات، ما بنقدر أنه نمنع هذا الشيء، هل هذا صحيح؟ صعب جدا، صعب جدا جدا، يعني مش مستحيل بس صعب جدا، طبعا لأنه 95 إذا مش 99% من عمليات الاختراق تقع بسبب خطأ بشري، دائما أركز أنه الهاكر بيستغل خطأ العنصر البشري حتى يوصل لهدفه، ما العلاقة بالتكنولوجيا، التكنولوجيا هي مساعدة إذا أنت كنت ملم بهذه التفاصيل، أما إذا أنت مش ملم بالتفاصيل فصعب جدا جدا.
أشكرك شكرا جزيلا ضيفي من دبي المختص في تقنية المعلومات طارق ثلجي. أعلنت شركة أبل عن نظام تشغيلها الجديد للهواتف الذي تعمل عليه، والعادة كالعادة تتصدر منتجات أبل الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي. لعل أهم ما تحدث عنه الناس في هذا الموضوع هو إصرار أبل على الوقوف لصالح المستخدمين في وجه المعلنين عن طريق زيادة وسائل التحكم بالخصوصية في أنظمتها الجديدة. من بيروت ينضم إلينا خبير مواقع التواصل الاجتماعي فريد خليل. أهلا وسهلا فريد. أبل دائما عندها اهتمام بالخصوصية والحماية بهذا الطريقة، وهم شغالين على هذا السيستم على ما أعتقد، لسه في قدامنا وقت، لكن لماذا يعني اليوم بعد 15 إصدار بيجي الحديث والاهتمام بشكل قوي على موضوع الخصوصية هون؟ مرحبا. فعلا ليش اليوم؟ لأنه هي شركة أبل هي تحت ضغط كتير كبير بهيدا الإطار. المستخدمين آخر فترة لقوا أنه كل بياناتهم الخاصة عم بتكون متاحة للكل. مين منا ما بيكون فايت على متجر معين على صفحة على يعني أونلاين، بيكبس على لنقول على تياب، إذا واحد عم بيعمل شوبينج أونلاين بيكبس على تياب، مجرد يرجع يفوت على فيسبوك على إنستغرام فجأة بيلاقي إعلانات كلها خاصة بالتياب، بينقذ الواحد، بحس كأنه مراقب من أي شيء. إذا عنده صورة على تليفونه كمان عن هيدا الموضوع فجأة بيلاقي إعلانات عنا دغري عم تطلع له على مواقع التواصل الاجتماعي. فهيدا الشيء فعلا أحدث ضجة كتير كبيرة عند المستخدمين، وصاروا يعتبروا أنه هن مراقبين. فالشركة مش بهيدا الإصدار، هي بلشت من 14.5-14.6 تشتغل على هيدا الموضوع، ولكن بالآي أو إس 15 طيب. يمكن أبرز التحديثات اللي عملتها هي بتتعلق بالخصوصية والأمان للمستخدمين. طيب هنا الخصوصية والأمان هي يعني ثمن يعني الحصول على التطبيقات المجانية، يعني الآن إما أنك يعني تحصل على مجانية التطبيق تتفرج على مثلا فيديوهات على يوتيوب بشكل فيه دعايات، أو أنك إذا بدك تدفع فلوس بتتخلص من دعايات. ما في حل أنه لأبل ممكن تجمع فيه بين الاثنين تحتفظ بنفسك وتحصل على شيء مجانا، ولا هذا ضد كل قوانين التطبيقات؟ بشكل عام ما في شيء بيمنع هيدا الموضوع. ممكن هيدا تكون بداية من شركة أبل أنها تعلي الليفل بالحماية والسيكوريتي للمستخدمين، لأنه بالآخر يمكن يكون في ديل مع الشركات مع ثيرد بارتي، ما تكون بشكل مباشر معها، تكون مع طرف ثالث عبره تكون خلاله مشاركة هيدا البيانات ضمن طبعا بدل مالي معين، ويمكن تصير تفرضه كمان التطبيقات مواقع التواصل الاجتماعية مثل فيسبوك وإنستغرام. ولكن حالياً أبل هي عم بتتيح للمستخدم أنه هو يقرر، هي ما عم تمنعها بشكل تلقائي أو باي ديفولت. هي عم تجي تقول له أنت بحق لك اليوم أولاً تراقب، ثانياً تقرر أنت شو بدك، أي معلومات أو بيانات أو داتا خاصة فيك بدك أنه هيدي التطبيقات تكون عم تتشاركها بالإعلانات. طيب. أو لا، حتى أنت اليوم واضح واضح. طب خلينا نوصل لنقطة أب ستور، يعني اللي هي عليها مشكلة الآن، إنه طالما أبل عاملة حالها لهالدرجة يعني إنها خايفة على خصوصيتنا وبتحاول تخدم، لكنها متهمة بالاحتكار، لأنه يعني التطبيقات هذه اللي على الأب ستور ما فيك تأخذها إلا من أب ستور، ما فيك تأخذ تطبيقات من برا وتنزلها وتعملها إنستوليشن. يعني أليست هذه تهمة في محلها، ولا أبل لديها جواب على هذه التهمة؟
الجواب على هيدا التهمة باللي عم تعمله اليوم شركة أبل، إنه هي عم تقلهم أنا بالعكس، أنا وقت عم بحصر القصص عندي على أب ستور على النظام التشغيل تبع آي أو إس، هو بهدف حماية المستخدم تما تكون بياناته متاحة لكل الناس، وتصير هيدي البيانات بعد عم بتصير عند ناس بيستعملوا لعمليات إرهابية عبر تطبيقات أخرى. وكنا من يومين عرفنا بتطبيق أنوم اللي كمان كانت من خلاله عم بيصير في كتير عمليات إرهابية عم بتصير خلال بعض التطبيقات. فاليوم التعقب وحماية المعلومات لكل شخص هو عم بيصير يقدر يحمي معلوماته بشكل خاص، عم تجي تقول أبل أنا ما أنا منا هي موضوع احتكار بقدر ما هو موضوع حماية للمستخدمين بأي تطبيقات عم يستعملها من أب ستور. بس صحيح هذه حماية، لأنه أنت أبل إحنا بالنيابة عنك شيكنا على التطبيق، بس برضو بالنسبة لصاحب التطبيق بيفرض عليه انه يا بتقبل بشروط ابل تاخذ 30% من الدخل تبعك، يا اما تفضل برا ما في، يعني حتى لو كنت امن. باختصار شو رايك في هاي النقطه؟ صحيح، ما هي بالاخر ابل هي شركه، هي حتى عندها هاردوير وعندها سوفت وير، وهي منا ان جي او، هي بتبغى ربح الماده، فعم تحاول هي تاخذ يعني هالقيمه من المطورين للتطبيقات على اب ستور، ولكن هي عم بتقول انه انا بذات الوقت هيدي القيمه ما عم بتروح بس لالي، عم بتروح كمان بهدف حمايه المستخدم، كانه عم تقول له للمستخدم انا عم بحميك من دون ما انت تكون عم تدفع البدل المادي، بل عم تفرضه على مطوري التطبيقات. واضح. طيب اذا بزنس از بزنس، وكل هذه الشركات هي هدفها الربح وليست ان جي اوز كما ذكرت. اشكرك شكرا جزيلا ضيفي من بيروت خبير مواقع التواصل الاجتماعي فريد خليل. شكرا لك. إذا تحدثنا عن مواضيع كثيرة طبية تقنية وأيضا تكنولوجية خلال هذه الحلقة، ما تنسوا تشاركونا بتعليقاتكم على هاشتاج البرنامج. شوفكم الأسبوع المقبل في نفس التوقيت مع أون ستريم مع مواضيع شيقة أخرى. إلى اللقاء.